هذا موضوع مهم. علاش نتكلموا على السرطان؟ تنقولوا بان كاين بلوزيغ فاكتور دو ريسك، كما كاين فاكتور بروتيكتور. ملي كنهضروا على لي فاكتور دو ريسك، باش الناس يفهموا شنو هما لي فاكتور دو ريسك، هما الاسباب ديال هذا المرض السرطان. فاحنا كنقسموهم لثلاثه. كنقسموهم الاول الفاكتور جينيتيك، يعني الوراثه اللي ما عندناش دخل فيه، وكاين فاكتور انفيرونمونتو اللي هو المحيط، منو البوليسون، منو التلوث الجو، منو الزراعه، منو بزاف د الحوايج. وكاين فاكتور كومبورتمونتو. الوغ لو فاكتور كومبورتمونتو هو اللي كيدخل فيه الشخص، هو الكومبورتمون، هو شنو الانسان اللي كيدير اللي كيخليه انه معرض يتصاب بمرض السرطان. وهنا علاش انا تنبغي نركز على هذه النقطه، باش الانسان يرد البال اشنو كيدير. فالحوايجات اللي تنقدروا نديروهم نحبيو بهم ريوسنا، نديروهم الحوايجات اللي كنديروهم خاطئين وكنعوضوا راسنا الاصابه، نبعدوا منهم، نتجنبوهم. فبالتالي فالحاجه اللي تنقدروا نتحكموا فيها هو هذا الفاكتور كومبورتمونتو بالنسبه لنا حنا كاشخاص. فهذا الفاكتور كومبورتمونتو اشنو فيه؟ سهل، انا نبسطو وراه معقد، ولكن انا نجيبو لكم بسيط. اولا قلنا التغذيه، لا نوتريسيون، وداك المره قلت لكم لا نوتريسيون مقسمه لجوج، مقسمه لاكتيفيتي فيزيك، ومقسمه لاليمونطاسيون اللي هو النظام الغذائي. فهاد الفاكتور كومبورتمونتو اي حاجه من غير التغذيه اللي هي لاليمونطاسيون، اي حاجه كناكلوها، منها ادويه، منها عشوب، منها اي حاجه تندخلوها للداس ديالنا، زائد لو ستريس، فهاد زائد لو طابا، زائد الكول، يعني التدخين، الاستهلاك الكحول، لوبيزيتي اللي هي السمنه. هادو دي فاكتور سميتهم كومبورتمونطو اللي كلهم كيدخلوا بشكل مباشر او لا غير مباشر في الاصابه بداء السرطان. فاللي تنقولوا اللي غنركزوا، هضرنا على المره على التغذيه، فتنهضروا على النصف الثاني ديال لا نوتريسيون اللي هو لاكتيفيتي فيزيك. وهاد لاكتيفيتي فيزيك شي حاجه اللي بسيطه والناس كيعتبروها هي الوازير، غير بالمتعه، المتعه ولا الترفيه، الوغ كو هي لا، فهي ولات انديسبونسابل الحياه ديالنا. علاش؟ كاين دراسات اللي داروا في العالم اللي هما كبار وتبتوا الرابطه ديال ما بين الرياضه، ما تنقولش الرياضه، تنقول لاكتيفيتي فيزيك هي الحركه. لاكتيفيتي فيزيك هي من العضلات ما كيبداو يتحركوا في الداس. الرياضه نوع من انواع ديال لاكتيفيتي فيزيك، وانا غنشرح لكم شنو هذا. دونك مني تلقاو رابطه ما بين هاد لاكتيفيتي فيزيك الحركه مع الاصابه بداء السرطان، ولقاو بان الرياضه كتحمينا من الاصابه بداء السرطان. وحاليا كاينه دراسه اللي جرات في المغرب وخدمت عليها انا في البحث ديالي في الاطروحه ديالي الدكتوراه الثانيه، ووصلنا نتائج اللي هي مذهله وكانت شامله، جرات على مستوى جميع المستشفيات الجامعيه ديال المغرب، على مستوى ديال الدار البيضاء، مراكش، وجده، فاس، وكانت مركزه الاشراف بمساعده ديال الباحثين الاصدقاء ديالي، وبالاشراف ديال الاستاذه ديالنا الاستاذه الغازي كريمه على مستوى ديبارتمون ديبيديميولوجي في فاس. وحصلنا على نتائج اللي هي مذهله، اللي الاصدقاء ديالنا ديال الدول الاخرى كانوا سوربري، كانوا زعما تبارك الله، قالونا بان وصلنا نتائج اللي هي جيده، اللي كلشي خاصو يكون مفتخر بها. هاد النتائج انا غنخرجها لاول مره. الوغ هاد النتائج تبتات وكدات على ان المجتمع المغربي لهاد الدراسه خدات من 2009 حتى 2017 باش قدرنا نتوصلوا هاد النتائج. وتبتات على ان وهاد الدراسه دارت، وكانت اول دراسه اللي دارت على صعيد الدراسه اللي دارت بشكل انها الاولى على صعيد القاره الافريقيه، داكوغ، ودات على المجتمع المغربي، واكدات نفس النتائج ان كاينه رابطه ما بين الرياضه وما بين الكونسير. احنا هضرنا على الكونسير كولوريتال، داكوغ، يعني سرطان ديال القولون. ولقينا بان الناس اللي هما بلوز اكتيف، يعني الناس اللي كيتحركوا اكثر، سواء كان في العمل ديالهم او لا في اليومي ديالهم او لا كيديروا رياضه دو بلوز، فهم محميين بنسب ديال 20 حتى 30% مقارنه مع ناس اللي ما كيديروش لاكتيفيتي فيزيك، ناس اللي معتمدين على السيارات، معتمدين على ليزاسونسور، معتمدين على خادمات البيوت اللي كيعاونوهم وهما هي كاسين، وكنسميوهم حنا الناس لي سيدونتير، يعني غاديين سيدونتاريتي وماشيين بلا سيدونتاريتي كثر، يعني غادي الجلوس والراحه الجسميه كثر من لاكتيفيتي فيزيك.
داكوغ. ملي كنهضر على لاكتيفيتي فيزيك، هذا المصطلح اغلبيه الناس ملي كيجيو عندك يقول لك واشنو غندير استاذه كالرياضه، اشنو غندير طبيبه كالرياضه. بالنسبه لي انا شي الحركه الخدمه في الدار راه بالنسبه لي راه رياضه. ملي غنطلع ونهبط في الدروج راه بالنسبه لي راه رياضه. ملي غنخدم في الارض راه رياضه. ملي عندي خدمتي كنمشي للشونتيي اولا كنمشي مسافه طويله راه رياضه. ملي كندي ولدي مدرسه وكنجيبو راه رياضه. ما كيعنيش بانك الا ما دخلتيش لا سال دو سبور ولا ما درتيش الرياضه في بلايص ديال الرياضه راه راك ما درتيش، لا. هذاك سي ان تروك دو بلوس، يعني كنديو لا باز، يعني كنديو كنعملو كنخدمو على طول اليوم. ومن الى بغينا نحسنوا من الجوده ديال الحياه ديالنا فحنا كنزيدوا عاوتاني النسبه او لا النيفو داكتيفيتي فيزيك. فاشنو هاد الرياضه كدير؟ هذا سؤال اي واحد يقدر يطرحه، اشنو غدير ليا هاد الرياضه؟ كنا عارفين بان الرياضه ما كتخليش السمنه، ياك؟ علاش؟ لان حنا ما يمكنش نجلسوا ما ناكلوش، اي واحد فينا راه تيعيش خاصو الهواء وخاصو الماء وخاصو الاكل، داكو. ملي كناكل كناكل سعرات حراريه، الذات كتحرق لنا واحد السعرات الحراريه في تنسموها لانيرجي دو روبو، كتحرق لنا واحد السعرات الحراريه اللي هي ستوندار ديال لو روبو، ولكن داكشي اللي كليناه فين غيمشي؟ فضروري خاصو يتحرق. الا ما حرقناش فكنوقعوا في مشكل ديال السمنه. النقطه الثانيه ان الرياضه شنو غادي، حنا عارفين السمنه فاكتور parmi les facteurs de risque ديال الكونسير، ان السمنه واحد من الاسباب ديال الكونسير. من غير انها كتنقص لنا السمنه فالرياضه اش كدير؟ كتيلاكسيليغ لو ترانزيت انتيسينال، سا فو دير انها كتسرع العمل ديال الجهاز الهضمي. يعني انسان هاو كلا شي حاجه اللي هي مسمومه اللي فيها ماتيير كونسيريجين، يعني فيها ماده مسرطنه اولا تقدر تخلينا معرضين للاصابه بتاع السرطان، فملي كندير هذيك الرياضه كنقلل المده ديال الحفاظ الجسم على هاد المواد. علاش؟ لان كي كناكلوها المصران يوفا كنديرو لاكتيفيتي فيزيك كنعملو، فالمصران كيولي كيخدم بشكل سريع وبالتالي ما كيكونش مده طويله فاش تبقى هاد السموم والجسم كيتخلص عليها بطريقه سريعه. الرياضه كتقوي المناعه، الانسان تيولي عنده مناعه اقوى على انه يحارب السموم اللي كيدخلوا للذات ديالو. الرياضه اش كدير لنا؟ فهي كتنقص لنا من لانسولينو ريزيستون لانسولينو سيكريسون، هو ان البنكرياس ملي كنا ناكلو فالبنكرياس كتعمل وكتفهم بان راه دخل لنا السكر للذات فكتفرز لنا الانسولين. الانسولين بارفو ما كتقدرش تستطيع انها تدخل السكر وتدخلو الخلايا باش ما كيبقاش يدور. حنا كنعرفوا السكر هو الغذاء اللذيذ ديال الخلايا السرطانيه، فملي كنكون عندنا رياضه مستمره والجسم تيكون عندنا اكتيف فكيكون عندنا ديمينيسيون ديال الانسولين ريزيستون، يعني الجسم كيولي عنده قابليه انه يستقبل الانسولين بشكل اسهل وابسط، وبالتالي فالانسولين كدير الوظيفه ديالها من جهه. ومن جهه اخرى انا ما كيكونش عندنا افراط في السكريسيون دانسولين، من غير انها كتحافظ لنا من الاصابه من داء السرطان واللي تثبت علميا لا على مستوى العالم ولا على مستوى البلاد ديالنا اللي هو المغرب، فهي كتحمينا حتى من المشكل ديال المرض كارديوفاسكولار امراض القلب والشرايين، كتحمينا كما قلنا وكنعاودوا نقولوها ديال من السمنه، كتحمينا من لو ديابيت، فكتحمينا من بزاف الحويجات. ولذلك فهي وليت انا بالنسبه ليا تنقولها الي انديسبونسابل في حياه الانسان، يعني كيف الماء كيف كناكلو كيف كنشربو كيف كنتنفسو الهواء كيف خاصنا نديرو الرياضه ديالنا. كيما عندنا مواد اللي هي مسرطنه وتنتعايشو معها كيما خاصنا نحافظو على ذاتنا بطريقه اخرى اللي هي اننا نحرقو السعرات الحراريه واننا نخدمو الجهاز المناعي ديالنا واننا نخدمو الجهاز الهضمي ديالنا الحفاظ على صحه الانسان. اللي تنقدر نركز عليه هو اغلبيه الناس كيقولوا شحال خاصني ندير ديال الرياضه وفين غندير هاد الرياضه. فانا تنقول لكم شوف كل واحد فينا يمشي على حساب العمل ديالو. المشكل فين عندنا؟ المشكل عندنا هما في الناس اللي سيدونتير، الناس اللي معتمدين على اللي عندهم خدماتهم بعيده، الخدامي ديالهم بعاد، اللي معتمدين على السياره ديالهم، اللي ساكنين في بلايص اللي فيهم لي زاسونسور ما كيعتمدوش على هذا على الدروج، داكا. الناس اللي ما كيشغلوش في البيت عندنا خدمتها هو الدماغ، هادو ناس هنا في كيخلق المشكل. فهنا هادو من بحالهم بحال الاخرين، فكنقول لهم هنا عاد كدوز الرياضه
يعني حاولي تخصصي فرصة ولا ساعة ولا ساعتين، أنا نقول لكم شحال دير الرياضة ضروري وقت من حياتك تدخل في الرياضة. ملي كنوصل لصحة الإنسان ما عندها ثمن، ولا بدا تخصص وقت للرياضة. الدراسات كلها تبتات أن قد ما كتطلع على نيفو داكتيفيتي فيزيك، قد ما تكون عندك دي بينيفيس، قد ما تكون عندك فوائد أكثر في الصحة، وكتتحافظي وتحمي راسك أكثر من داء السرطان، وهذه تبتات هي علميا على برا. ثانيا الدراسات اللي تبتات من غير ان لو نيفو داكتيفيتي قد ما طلعنا قد ما كنتحماو من داء السرطان، لقينا بان حتى انواع الرياضه قد ما كانت انواع الرياضه اللي هي مختلفه قد ما كيكون عندنا الحفاظ من 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 داء السرطان. وهذا شكل شي حاجه اللي زوينه نعرفوها باش ما نبقوش مركزين على واحد الحاجه. انا كنخدم في البيت وكندي الدراري وندير بارك عليا، لا عندك شويه الوقت زيد عاود دير ان افور وحمي راسك، لان ما عرفتش شنو الاخطاء ديال الحياه ديالك اليوميه الاخرى، فهمتي؟ ما عرفتش شنو كتاكلي في يوميا، شنو ما عرفتش شنو هزه في لي جين ديالك. ولذلك ملي عندك هذه الفرصه تحمي بها راسك فزيد فيها. الانسان راه الى قرا لارتيكل مثبوت علميا بان حتى الناس المصابين بداء السرطان حتى هما كيتحماو بالرياضه. علاش؟ لان لاكتيفيتي فيزيك كتزيد في لا سورفي ديالهم، يعني كتزيد في مده الحياه، هادي تنقول علميا مده الحياه ديالهم، ولا كاليتي دو في حتى لا كاليتي ديال الحياه ديالتهم، فهمتي؟ فالرياضه كتعاونهم لا بالنسبه للتمديد في الحياه ديالهم ويعيشوا بطريقه اللي هي لائقه وجيده. فما تنقولوش الرياضه على الناس اللي مازال ما مصابينش اللي معرضين ولا مهددين بداء السرطان، فتنقولوا بالنسبه للاكتيفيتي فيزيك حتى الناس اللي مصابين بداء السرطان. تبقى عندنا اشكاليه هو ان الصحه ديالهم كتكون شويه عيانه وتيكونوا سخفاني سي نورمال مع التريتمون اللي الادويه اللي كياخذوها. فانا اللي كنقول لك واحد كيمشي حسب الجهد ديالو، فانا تنقول وتنعاود كل انسان راه كعارف الجهد ديالو. فاذا تمشات السيده اللي مصابه بالسرطان ولا السيد مصاب بالسرطان، الا هي تمشى ودا وجاب حسلو انا ما يبقى جالس لي في الفراش وحاس براسو مريض وعاد ما كيتزادي مرض. فاذا تمشى الجسم ديالو كيتحرك، الدم ديالو كيتحرك، وحتى الجسم ديالو تيستقبل لي زوند بوزيتيف والعدل الايجابيات ديال الحركه. حنا قلنا الرياضه كتطلع من المناعه ديال الجسم، كتخدم كتحاول تنشط من الجهاز الهضمي ديالو اللي تكون عنده هما جهاز هضمي، هذا كتنشط الدوره الدمويه، كما قلت لكم تنقص من لانسولين ريزيستانس اي لانسولين ريزيكاسيون. دونك هادشي كله كيستافد منها بطبيعه الحال، فغيكون عنده واحد الايجابيات كبيره على انسان اخر اللي مصاب بداء السرطان وكيعيش هاد الفراش وجالس. جميع الشرائح ديال المجتمع محتاجين الرياضه، كل واحد كيمشي انا تنقولها على حسب الجهد ديالو. لي ريكوموندي بالنسبه للمنظمه العالميه للصحه راه هو هذا، نص ساعه في اليوم بالنسبه للفوق من 17 سنه، وعلى الاقل 5 مرات في الاسبوع، وقل من 17 سنه عندنا ساعه في اليوم، دون اكتيفيتي اللي هي موديري. يعني ما تنقول موديري او موا لا مارش، انا ديما تنبغي نركز على المشي. المشي احسن بالنسبه لي، انا احسن رياضه هو المشي السريع. عطى الله فين يتمشى الانسان، المهم يحرق، ما يمشيش بشويه عليا يعني. فنمشي ونحس راسي كنعرق وتندير مجهود، هذا هو المطلوب من الانسان.